أعزائي مشاهدي قناة القدس السلام، أسعد الله أوقاتكم. اليوم الخميس 5/5/2022 من بيت المقدس ومن داخل المسجد الأقصى المبارك ومن أمام البوائك في ساحة مصلى قبة الصخرة. إكمالا للفيديو السابق سنتعرف اليوم على البوائك الثمانية في ساحة مصلى قبة الصخرة المشرفة. البائكة الشمالية الشرقية أنشئت في العهد المملوكي سنة 726 هجرية في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وقد وثق ذلك بنقش على الواجهة الجنوبية للبائكة، وتقع في الجانب الشمالي من سطح قبة الصخرة ناحية الشرق، وهي تتصل بمحور مستقيم عبر ممر مملط بباب حطة. البائكة الشمالية جددت في الفترة المملوكية سنة 721 هجرية في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون، وهي تقع في الناحية الشمالية من صحن قبة الصخرة، وترتبط مع باب العتم شرف الأنبياء والملك فيصل بواسطة ممر مبلط. البائكة الشمالية الغربية تقع على الطرف الغربي لصحن الصخرة الواقع في وسط المسجد الأقصى المبارك في جهته الشمالية قريبا من قبة الخضر. يعود إنشاؤها إلى العهد المملوكي سنة 778 هجرية، ثم جددت في العهد العثماني ويبلغ ارتفاعها 7 أمتار. البائكة الغربية تقع في منتصف الحد الغربي لصحن الصخرة المشرفة، يعود بناؤها المعروف حاليا إلى سنة 340 هجرية، تتكون من دعامتين عظيمتين في الأطراف وثلاثة أعمدة إسطوانية في الوسط، سلمها تبلغ درجاته 24 درجة، توصل الصاعد إلى صحن الصخرة من ساحة المسجد الغربية. بالفيديو الآخر إن شاء الله سنتعرف على الأربع بوائك الأخرى. كان معكم الأستاذ أمجد علقم. لا تنسونا من صالح دعائكم، القدس والمسجد الأقصى المبارك يهدونكم السلام.